اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مرة واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مرة جاء واحد جه يقعد على قهوة قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل عيش في التسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. ما تسول. حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه اللي جرب من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك. اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك زي غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. هذه الحملات؟ امال كانوا فين اللي دول جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. ده غيظني ان ده موسم. موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم مالهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. مش
صرمه. ايه؟ صرمه، اسمي صرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. قال وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ صرمة. ايه؟ صرمة. هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال، وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب، طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب. 6 جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقى شيش. ها؟ برضه مش هتاكلي حاجة يا مدموزيل؟ لا مش واكلة، أنا مستنية واحد. طيب. ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمكي؟ هو مين ده؟ الأستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي أيام أيام. دي وقعت إيه دي بس؟ أنا عايزة أديله الفلوس اللي دفعها لي. القعادة على الترابيزة معناها الأكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، أنت هتحلي قبل ما تتغدي؟ أنا حرة يا أخي. طيب طيب. اسمع ايه؟ اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا فرحين، عندكم خيمه بقى كده بتقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانا بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبه، محدش من عينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا